اهلا ومرحبا بكم في اطلق الخفيه. اهلا بكم. حلقه البارح او حلقه الاسبوع الماضي عفوا كانت رائعه جدا. انا حاسس الايام كده حلوه وبتعدي كلها بسرعه. فحلقه الاسبوع الماضي تكلمنا فيها عن الافتراضات المسبقه لهندسه النجاح. اليوم حيكون استكمال. فمعاكم اوراق واقلام؟ العلم في الراس مش في الكراس ها؟ طيب لازم نسجل المعلومات، واتمنى كمان المشاهدين انهم يكونوا جابوا ورقه وقلم عشان يسجلوا المعلومات معانا، ويا ريت تكونوا نزلتوا الملزمه كمان من الويب سايت الظاهر امامكم على الشاشه عشان نتابع الافكار مع بعض، لانه المعلومات كثير، لكن لما تسجلها وتتابع مع الملزمه اللي موجوده حيكون استيعاب المعلومات حيكون اسهل وافضل بكثير. فممكن تروحوا الويب سايت الظاهر امامكم على الشاشه www.rashadfakiha.com، وكمان قلت لكم شاركوا في المنتدى بافكاركم باقتراحاتكم لحلقات اخرى قادمه، نحب انه ناخذ منكم افكار لمواضيع. وتكلمنا عن ايه الحلقه الماضيه؟ تكلمنا عن الافتراضات المسبقه لهندسه النجاح. فكان الافتراض الاول اللي هو احترام وتقبل الاخرين كما هم، وذكرت في الموضوع هذا امثله كثير، وكمان ذكرت الافتراض اللي بعده الخريطة ليست هي المنطقة. ذكرت أيضا لكل إنسان من تاريخ ماضي جميع ما يحتاج لإحداث تغيير إيجابي في حياته. ذكرت كمان الافتراض اللي بيقول وراء كل سلوك نية إيجابية، وذكرت قصة حاضر بن أبي بلتع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت بعد كده أيضا لكل إنسان مستويات من الاتصال الواعي واللاواعي، وشرحت الفرق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي، وكيف إنك تعمل اتصال أو communication مع العقل اللاواعي. اليوم حنتكلم عن موضوع إضافة للمواضيع الأخرى، وهو افتراض من الافتراضات أيضا. وأكد مرة أخرى، ذكرت أنها افتراضات وليست مسلمات، لأنه كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر المقصود بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه نعتبر أنه حاجة تسهل علينا التعامل مع الناس في الحياة. يعني ذكرت في الموضوع هذا وارجع أكد مثال، مثلا في القضاء يكون يعني المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مش العكس. كل إنسان متهم حتى تثبت براءته حيكون مشكلة، لكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإذا ثبت العكس بنتعامل معه على هذا الأساس. فالافتراضات هذه بتسهل علينا أن نتعامل مع الناس من منطلق يؤدي إلى تواصل إيجابي مع الناس، يؤدي إلى أن نكون ناجحين في تعاملنا مع الناس في الحياة، وكمان تعاملنا مع أنفسنا. الافتراض اللي حتكلم فيه اليوم مهم جدا، لأنه فعلا استيعابه وتطبيقه في الحياة بيعمل فرق كبير جدا. الشخص الأكثر مرونة يتحكم في الأمور، ذكرت الحلقة الماضية. وكمان ليس هناك فشل بل نتائج وخبرات. اللي حتكلم فيه اليوم افتراض يقول العقل والجسم يؤثر كل منهما على الآخر. العقل والجسم يؤثر كل منهما على الآخر. ما المقصود بهذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى صحيح أنه لما خلقنا من جسد وعاطفة وعقل وروح، لكن كلها مكملة لبعض، كلها بتؤثر على بعضها البعض. إذا أثرت في واحد حتؤثر في البقية. ذكرت مستويات الحياة في الحلقات الماضية، اللي هي الحياة على الجانب الجسدي، وذكرت الجانب النفسي والشعوري، وذكرت الجانب العقلي والتفكير، والجانب الروحاني. وقلت لكم كل اللي بتكلم فيه يندرج تحت حاجة يسموها العلوم العقلية، اللي بتدرس العقل البشري. إذا قدرت تأثر في العقل حتقدر تؤثر في بقية جوانب الإنسان أو جوانب الحياة عند الإنسان. كثير من الأمراض العضوية أساسها نفسي. 30% وأكثر من 30% من الناس المنومين في المستشفيات لأسباب نفسية وليست لأسباب عضوية. أمراض كثير مثل السكر، ضغط الدم، القولون العصبي، أمراض كثيرة أسبابها نفسية. وكمان يعني الجانب النفسي بيتأثر بالجانب التفكيري أو بالجانب العقلي، بيأثر أيضا على جانب الشعور عندك. فكلها بتؤثر على بعضها البعض. لكن بدي أفصل اليوم في موضوع الافتراض اللي هو بيقول العقل والجسم يؤثر كل منهما على الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بعض التطبيقات، ولما تنظر وتتأمل في هذه التطبيقات فعلا تطبيق لهذا الافتراض. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول إذا غضب أحدكم وكان واقفا فليجلس وإن كان جالسا فليضجع. ما المقصود بهذا الموضوع؟ المقصود تغيير الهيئة، وفي حديث آخر فليتوضأ. يعني لما أغير المود أو الوضعية الجسمانية اللي أنا فيها بيتغير إحساسي الداخلي، بيتغير بمجرد تغيير الوضعية الجسمانية اللي أنا فيها. لأنه سبحان الله يعني الجسم في وضعية معينة بيرسل إشارة للعقل الواعي والعقل اللاواعي كمان إنه أنت في المود ده. شبه الموضوع بالتلفزيون، لو حطيت قناة الدراما حتتفرج على كل الأشياء اللي تتوقع أنك تشوفها حتكون لها علاقة بالدراما. لو حطيت قناه الموسيقى حتسمع اشياء لها موسيقى، قناه الاطفال حتشوف اشياء يعني لها علاقه بالاطفال، الكوميدي حتشوف اشياء بتضحك. فانت لما بتغير المحطه تتوقع انك انت حتشوف اشياء ريليتد او لها علاقه بالموضوع. سبحان الله، حتى انت بتغيير الوضعيه الجسمانيه عندك بتغير المحطه. ففي ناس تلاقيه مثلا يحط نفسه في مود سلبي جدا، فبيحط نفسه في قناه الدراما، فتلاقيه هو جالس وتلاقيه قاعد يعني تعبان ومتضايق. وفين اكتافه المكتئب بيكون؟ تحت. راسه فين بيكون؟ فوق ولا تحت؟ تحت. عينه فين؟ فوق ولا تحت؟ كل حافظين عارفين المكتئب، يعني انكم عملتوا الموضوع كثير، عارف تحت تحت كله بيكون تحت. فلما بيكون في المود ده وحاطط ايده على وشه كده وبيطل تحت وبيكلم نفسه بنبره حماسيه ومتحمس، ولا بيكلم نفسه ايه الهباب اللي على الصبح ده اللي قاعد يتكلم، فتلاقيه بيتكلم في مود سلبي بنبره سلبيه. في الوضعيه هذه بيحط نفسه في قناه ايه؟ الدراما. حيشوف كل الافلام الهندي وكل المسلسلات العربي اللي فيها نكد وكل المصائب، وحتبدا كل المصايب اللي في حياته ترجع ثاني مره لذكرياته، لانه حط نفسه في قناه الدراما. فبالوضعيه هذه العقل والجسم يؤثر كل منهم على الاخر، فلما تحط جسمك في وضعيه زي كده سلبيه حتتوقع كل حاجه سلبيه. يعني تخيل وانا جالس زي كده واقول يا سلام اليوم حامل حلقه فظيعه والناس حتنبسط على الاخر والجمهور حينبسط على الآخر والمشاهدين حيتحمسوا معايا على الآخر. أنا مش مصدق نفسي وأنا بقول الكلام ده، كيف المشاهدين ممكن يصدقوا؟ كيف أنتم ممكن تصدقوا؟ فبالوضعية هذه أنا حطيت نفسي في قناة الدراما، والموضوع ده بنعمله وبيصير برمجة. لما بنعملها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وتعودنا على كده، صار الأساس بالنسبة لك إنك أنت تكون في قناة إيه؟ الدراما. خلاص اتبرمجت، اتعودت على كده، صار الطبيعي بالنسبه لك انك انسان دائما درامي، انك انسان دائما بتحط نفسك في المود السلبي. لكن خلينا نعكس، كلنا نوقف اب ستاند اب، كلنا نوقف اب. اوكي، شوف مجرد تغيير الوضعيه الان هتحصل حاجه دلوقتي. اتخيل وانت قاعد في الوضعيه دي، خلينا نعمل حاجه بالعكس. انا حعد 1 2 3 وابغاكم تعملوا معايا حركه، اوكي؟ سووا زي 1 2 3 انا دايس. بتضحكوا عليا؟ لا، قول يعني، قول بجد يعني كده، انا تعيس. شوف بقى، وطل في اللي طل في اللي جنبك، كل واحد يطل في اللي جنبه، كل اثنين مع بعض، اوكي؟ ويقول له انا تعيس. طل في... انا حياتي منيله ب60 نيله. ما حتصدق وحتقول عليه كذاب، صح ولا لا؟ لانه وشه بيقول حاجه ثانيه، وضعيته الجسمانيه بتقول حاجه ثانيه. المخ بيصدق الوضعيه الجسمانيه والفسيولوجي اكثر من الكلام. ممكن تقعدوا، ممكن تقعدوا. يعني المخ بيصدق الوضعيه الجسمانيه اكثر من الكلمات. ذكرت لكم البارح انه لكل انسان مستويات من الاتصال، الواعي واللاواعي. انت بالواعي الان بتقول انا تعيس، لكن اللاواعي عندك مش راضي يصدق ايش اللي تعيس وحاطط نفسه في الوضعيه هذه. فدائما دائما نقول للناس لما تكون في مود سلبي غير الوضعيه الجسمانيه اللي انت فيها. يعني عائشه تصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اذا غضب عرفنا ذلك في وجهه، يعني تصف انه نعرف من وجهه، تعابير وجهه اوتوماتيكلي الانفعالات بتظهر على الوجه، كانما فقي في خده حب الرمان، يحمر وجهه. وكمان اذا يعني احب شيئا برضه يعرف ذلك في وجهه. لما كان يعني كان الصحابه بيتبرعوا وبيتصدقوا لتجهيز الجيش، حتى غدا وجهه كالمذهبه، نور وجهه. فسبحان الله، الانفعالات الداخليه لا شعوريا غصبا عنك بتظهر على وجهك اوتوماتيكلي. فبالانجليزي يقول لك emotion is created by motion، المشاعر تتولد من الحركه، أو motion creates emotion، الحركة تولد الإحساس وتولد المشاعر. فغير الوضعية الجسمانية اللي أنت فيها أسرع طريقة أنك تخرج من المود السلبي. كثير من الناس لما يكون متضايق أقول له على طول غير الوضعية اللي أنت فيها، غير الجلسة اللي أنت قاعد فيها، قوم امشي اتحرك، حتلاقي المود اللي أنت فيه اتغير بشكل سريع جدا. حط نفسك في الوضعية الإيجابية، ارفع أكتافك فوق، ارفع راسك فوق، حيتغير الوضعية اللي أنت فيها. جات واحدة تبى تنتحر وعندها مشكلة نفسية وبتشتكي لريتشارد باندر اللي ذكرته في حلقات سابقة، فهي خلاص يعني مقدمة على الانتحار. فطلب منها حاجه، قال لها طيب ما دام حتنتحري بس بطلب منك حاجه، هي كانت بتجيله في استشاره، قال لها ابغاك تروحي وتعدي الفتحات اللي موجوده في السقف عندكم في البيت، اوكي؟ في الاوضه. فراحت وعدت فتحات السقف في الاوضه ورجعت ثاني يوم قالت له العدد كذا، قال لها لا لا عفوا انا غلطت، انا كنت باكي تعد الفتحات اللي في الدور كله يعني. فرجعت ثاني يوم وقعدت تعد الفتحات اللي في السقف في الدور كله. عفوا معلش ثالث يوم يعني عفوا معلش انا غلطت، انا كنت عايزك تعد الفتحات اللي في السقف في البيت كله، فرجعت تعد الفتحات في السقف اللي في البيت كله. جاته اليوم الرابع قالت له العدد، بس قالت له في حاجه غريبه. قال لها ايه؟ قالت له ما عاد ابغى انتحر، بطلت انتحر يعني. ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ هو يقول لاحظت من اول ما جاتني لما كانت جالسه في المحاضره كتافها فوق تحت وعينها تحت وراسها تحت وداخله في مود سلبي، وبدات الاحظ ان الوضعيه الجسمانيه اللي هي فيها بتخليها دائما في مود مكتئب، فكنت عايزها يعني ابغاها ترفع راسها فوق وترفع عينها فوق وترفع اكتافها لفوق من غير ما اقول لها كده. فلما طلبت منها تعد الفتحات اللي في السقف وعمل لها واجب يعني صعب، عارف؟ فتخيل طول الوقت وهي ماشيه كده، تخيل واحد ماشي كده طول الوقت يعني لا يمكن يفكر انه ينتحر، عارف؟ تحسه عبضاء يعني كده، عارف انه مره ماشي كده فطلب منها تعمل الموضوع ده اكثر من مره. ليه؟ عشان يخليها غصبا عنها تضطر ايه؟ ترفع راسها فوق، عينها فوق، اكتافها فوق. فلما جلست الموضوع ده والعمليه دي مره 2 3 4 5 اتبرمجت على الموضوع، وبالنسبه لها وصار خلاص الاساس بالطريقه هذه، واوتوماتيكلي بيأثر على الحاله النفسيه. فاللي انا بقوله في الافتراض هذا انه ابدا ابدا لا تقع في الفخ وتصدق انه التفكير حاجه منفصله او معزوله عن الحاله الجسمانيه، او الحاله النفسيه حاجه والحاله الجسمانيه حاجه والتفكير حاجه، كلهم مع بعض، كلها بتؤثر في بعضها البعض. فدائما نقول له emotion is created by motion، المشاعر تتولد من الحركه. نشوف البريطانيين مثلا بنقول عليهم باردين، ليش؟ لأنه في تربيتهم اتعودوا أنهم يكونوا كونسيرفتيف أو محافظين جدا، فما بيعبروا عن أي حاجة بشكل قوي يعني. إحنا العرب مثلا تلاقينا ناس تعبيريين فبنعبر بشكل قوي، لكن البريطانيين مثلا إذا كان زعلان، إذا كان مبسوط، يعني هي خلاص هي يدوب يعني ابتسامة. أو احنا مثلا واحد لما يكون زعلان يخرب بيت مش عارف ايه وزي كده، وتلاقيه يعبر عن الموضوع وتلاقيه منفعل، ولما يكون مبسوط ايه وفرحانين. وانا اشوف الشباب في البريك ما يصدق، الله يجي بريك اوه اوكي اوه يس. فالشاهد اللي انا بقوله دائما اسرع طريقه لتغيير الحاله النفسيه تغيير الحاله الجسمانيه. اول ما تشوف نفسك دخلت في مود سلبي غير من الوضعيه الجسمانيه اللي انت فيها، وكمان حيعطيك الموضوع هذا الدقة في ملاحظة أحاسيس الآخرين بناء على تصرفاتهم ووضعيتهم الجسمانية. وفي علم كبير قائم بذاته في هذا المجال، لغة الجسد، في كتب بتتكلم عن لغة الجسد وفي دورات بتتكلم عن لغة الجسد، إنه من وضعيتك الجسمانية أستطيع أن أقرأ تصرفاتك، أقرأ نفسيتك، لأن سبحان الله نفسيتك بتنعكس على وضعيتك الجسمانية. يعني اللي جالس يسمعني وحاطط يده كده غير اللي جالس يسمعني وحاط يده كده غير اللي جالس يسمعني وحاط يده كده، أوكي؟ كل واحدة لها معنى، وحتى نشوفها كمان يعني حتى مثلا من وقفة الناس مع بعضهم أقدر أحدد لك إذا كان ده الإنسان هو أعلاهم سلطة وأدناهم سلطة وهو المؤثر فيهم. يعني مثلا المشية هذه مين اللي بيمشيها؟ أنا أقول لك حاجة، الوقفة هذه أول ما تشوفها تعرف إنه الشخص هذا في المجموعة أعلاهم سلطة. لا يمكن يكون يعني واحد أدنى سلطة من أحد وتلاقيه واقف بالوضعية هذه. مين اللي يمشي الموضوع هذا؟ زي ما ذكرته المراقب، المفتش، ناظر أو مدير المدرسة، فتلاقيه هو اللي زي ما يقولوا إيش؟ المشرف على الموضوع. فهذه الوقفة وهذه الوضعية بتعطي إيحاء بالسلطة. فلما أشوف أنا أطل على يعني على مجموعة من الناس من بعيد، اللي واقف تلاقيه زي كده هو فعلا اللي هو is in charge، أو هو زي ما يقول المسيطر في الوقفة هذه. تلاقي مثلا لما يكون تتكلم مع واحد ويكون متضايق مثلا، تلاقي يده زي كده، عارفين إيش معناها دي؟ هذه إشارة دفاعية، إشارة دفاعية يعني he's defensive، يعني في حاجة زي ما يقول هو حاس نفسه إنه في موضع مواجهة الآن أو متضايق من حاجة، فبتلاقيه حاطط إيده زي كده. قلت كلام وبدأ يتضايق تلاقي حط يده زي كده. فلما أكون واقف أتكلم مع أحد وفجأة ألاقيه حط يده زي كده، أقول أوبس قلت حاجة أنا والآدمي يعني اتضايق مني، أو الكلمة ما عجبته أو في حاجة اتضايق منها، فأبدأ أعدل في كلامي، فأبغى أغير المود اللي هو فيه بسرعة، فيعني كنوع من الحزار والمزح ما أعمل إيه؟ يقوم أنزل له إيده. أوكي، أنا أنزل له إيده بنفسي. لو اتكلمت ورجع مرة ثانية وأرجع أحذر معه وأنزل إيده مرة ثانية، لو عملت الموضوع هذا مرتين ثلاثة حذر إيش يحصل؟ حيعمل إشارة دفاعية ثانية بس مش بإيده، حيعمل برجله، حيعمل كده. أوكي؟ لأنه هذه نفس الإشارة لكن يسموها كتلة إشارية، الكتل الإشارية بالجزء الأعلى والجزء الأسفل، فبالجزء الأسفل برضه بيعطيني إشارة أو رسالة غير ملفوظة إنه هذه إشارة دفاعية فيعمل كده. لو كنت قاعد تتكلم مع أحد وهو عامل كده وعامل كده أنت مصيبة، يعني هو مقفل كل قنوات الاستقبال. فلاحظ بمجرد ملاحظاتك لوضعية الناس الجسمانية تستطيع أن تقرأهم. على فكرة لما واحد تكلمه وقاعد يسوي زي كده إيش معناها؟ بيفكر؟ ها؟ بيشك في الكلام اللي انت بتقوله؟ هو ممكن لو كده بيفكر، لكن في بعض الناس لما تلاقي زي كده في عنده نوع من الشك في الكلام اللي انت بتقوله. لما الواحد ما تلاقيه يبدا يحك اذنه وهو بيتكلم، ها؟ ساعات بعض الناس تلاقيه يحك او يمسك اذنه ويحك اذنه، صح ولا لا؟ بيألف عليك، بيكذب، في نوع من الارتباش ممكن. وعلى فكرة ما تفسر 100% زي كده، لأنه في قرائن أخرى مش مجرد الوضعية الجسمانية. لأنه على فكرة في بعض الناس ممكن تعمل زي كده مش متضايق من كلامك، يكون بردان. أوكي، فما على طول تأخذ إنه الإشارة هذه إنه معناها كده. لكن لما بتدرس أكثر من حاجة ويكون عندك أكثر من طريقة للحكم على الأشخاص، زي مثلا في عندك الدكتور بيطلب منك تحليل دم وتحليل بول وأشعة إكس ومش عارف إيه، ويطلب منك مجموعة تحاليل كلها مع بعض، بتعطيه القدرة على إنه يقدر يعطيك الحكم ويعطيك التشخيص الصحيح، مش تحليل واحد أو أشعة واحدة هي اللي هتخليه يحكم على الموضوع ككل. فأنا مش أكتفي بالوضعية الجسمانية، لأنه عندنا أشياء أخرى هتكلم في الموضوع ده بالتفصيل في حلقات أخرى. لكن أرجع وأؤكد أنه العقل والجسم يؤثر كل منهما على الآخر. الافتراض اللي بعد كده بيقول، نرجع نبدأ من هنا إذا كان دي كانت في المونتاج. طيب الافتراض اللي بعد كده بيقول إذا كان أي إنسان قادر على فعل أي شيء فإنه من الممكن لأي إنسان آخر أن يتعلم ويفعله. إذا كان أي إنسان قادر على فعل أي شيء فإنه ممكن لأي إنسان آخر أن يتعلم ويفعله. أساس الافتراض هذا إنه الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان من نفس الأعضاء بنفس الحواس الخمسة بنفس القدرات الرئيسية. يعني الناس لما بتشتري كمبيوتر والكمبيوتر بيكون فيه نفس المواصفات نفس الهاردوير، كلنا كبشر فينا الهاردوير زي ما يقولوا يكاد يكون شبه متقارب بيننا جميعا، لكن اللي يختلف إيه؟ السوفت وير والبرامج اللي انت بتحطها في الكمبيوتر. يعني مثلا فلنفترض انه الاخ معانا مبرمج كمبيوتر وبيعمل برامج كمبيوتر، والاخ اللي معانا هنا مثلا مصمم وبيعمل جرافيكس وبيعمل تصاميم مثلا، والاخ اللي معانا هنا محرر صحفي في الجريده مثلا او في النشر مثلا دور النشر، والاخ اللي معانا هنا مثلا مهندس وبيعمل خرائط. حنلاقي المهندس اللي بيعمل خرائط مثلا بيستخدم برامج خاصة بالتصميم، خاصة بالهندسة، خاصة بالأشياء اللي لها علاقة برسم الخرائط. هنلاقي المصمم مثلا بيستخدم برامج فوتوشوب، إلاستريتور، مش عارف إيه، البرامج اللي خاصة ب اللي هو التصميم والجرافيكس والأشياء هذه. الشخص اللي مثلا في النشر ممكن يستخدم كوارك، ممكن يستخدم برامج لها علاقة بالنشر. هنلاقي كل إنسان بيحط البرامج المناسبة له. لو جينا بعد سنة ونظرنا في الكمبيوتر حنلاقي الفايلات مختلفة، الملفات مختلفة، البرامج مختلفة تماما، قد تكون مختلفة بشكل كبير جدا، لكن الهاردوير واحد. فممكن ناخذ نفس التشبيه ده على البني آدمين أو على الإنسان. احنا كلنا عندنا نفس الهاردوير، لكن البرامج اللي بنحطها، طريقة التفكير اللي احنا بنحطها هي اللي بتحدد الإنسان ده يكون ناجح أو يكون فاشل أو يكون وصل إلى تميز معين. ذكرت إنه من أساس هندسة النجاح عملية تمثيل الامتياز البشري، وإنك تشوف إنسان متميز وناجح في مجال معين وتسير على آثاره وتستخلص خطواته للنجاح. فنفس الموضوع هذا، يعني مثلا مارادونا مثلا كان من أفضل اللاعبين الكرة في التاريخ مثلا، مارادونا عنده نفس الرجلين ونفس الإيدين ونفس الطريقة، لكن كيف بيستخدمها، طريقة استخدامه لرجليه هي الفرق. يعني أنا أتذكر حتى تلاقي الآباء عندنا لما كانوا يقولوا لنا لما كنا في المدرسة، يعني الأول اللي بيطلع الأول ليه، هو زايد عنك مخ ولا زايد عنك عين ولا زايد عنك حاجة، ما هو زيه زيك، صح ولا لا؟ يعني عندك عينين وعندك مخ وعندك كل حاجة، لكن هو بيستخدمها إزاي، هذا الفرق المهم. ذكرت أيضا في حلقة سابقة في الموضوع دومينيك أوبراين، قصة بطل العالم في الذاكرة. دومينيك أوبراين بيعملوا بطولات وتحديات في الذاكرة وقدرة الإنسان على التذكر. دومينيك أوبراين بدأ في الموضوع هذا ووصل إنه صار بطل العالم في الذاكرة لمدة 7 سنوات متصلة، يعني حتى الآن، وكان عنده ديسلاكسيا. ديسلاكسيا صعوبة التهجي، كان عنده إعاقة ذهنية، وقدر إنه يتعلم بالإصرار بالمثابرة بالعزيمة، ودرب نفسه وطور نفسه إلى أن أصبح بطل العالم في الذاكرة بالتدريب. ولما طلع استلم الجائزة، كل واحد بيلقي كلمة، فكان بيقول أبدا لا تقعوا في الوهم إنه في ذاكرة ضعيفة وذاكرة قوية، هناك ذاكرة مدربة وذاكرة غير مدربة. أنا ما اتولدت كده بالفطرة، طلعت من بطن أمي زي ما يقولوا وأنا ذاكرتي قوية، لكن أنا دربتها، اتعلمت كيف الناس اللي ذاكرتهم قوية بيعملوا كده، واتدربت على الموضوع هذا، وبدأت أجبر نفسي على الخطوات اللي هم بيعملوها. فأنا أقول لك باتباعك للافتراض هذا حيخليك فعلا دائما تنظر على لفرص للنجاح ولتطوير نفسك. يا ترى إذا كان الإنسان هذا متميز في حاجة، متمكن في حاجة، صدقني أنت ممكن تتعلمها أول حاجة وتطبقها ثاني حاجة. ذكرت قصة أنتوني روبنز أيضا في موضوع الشوتينج أو الرماية اللي تابعونا في الحلقات الماضية، إنه كيف راح لنموذج إنسان متمكن في موضوع الرماية وقدر إنه يستخلص منه خطوات تميزه وليش هو كان إنسان متميز في موضوع الرماية، وبدأ يعلمها للآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني ما في إنسان اتولد عالم، تعلم فليس المرء يولد عالما، بيتعلم الإنسان. والحلم والصبر والأناة هذه برضو الإنسان بيتعلمها. صحيح أؤمن باختلاف وتفاوت القدرات، في ناس بيقول لك في موهبة وفي اختلاف في القدرات، صحيح. يعني لما برضو أحد الصحابة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، سأله فبيقول له أهي خصلتان تخلقت بهما تعلمتها أم جبلني الله عليهما، يعني ربنا أودعها فيه حطها فيه. قال بل جبلك الله عليهما، يعني هي موجودة فيك بالفطرة. صحيح أؤمن بهذا الشيء، وفي ناس عندهم قدرات متميزة يعني قدرات خاصة، لكن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، الإنسان بيتعلم حاجة. أنا أقول الفرق فترة إتقانك للموضوع، وليس إنك حتتقنه ولا لا. يعني اللي ربنا أعطاه قدرات متميزة مثلا في الحساب أو في الرياضيات، قدرات حسابية، لو جيت تبى تعلمه مثلا أشياء لها علاقة بكلية المحاسبة مثلا، حيتقنها بشكل أسرع من إنسان ربنا ما أعطاه القدرات. يعني مثلا الإنسان اللي عنده موهبة في الموضوع ده يخلص المنهج مثلا ممكن في شهر، الثاني ممكن في 2 أو 3 شهور. فالقصد أنه صحيح في مواهب وفي قدرات خاصة ربنا بيحطها في الناس، لكن سرعة إنجازك للمهارة يعتمد على عندك الموهبة صح، لكن قديش حتتدرب كمان. لأنه على فكرة ناس كثير يسألوا مثلا قديش حياخد مني الوقت عشان أتقن مهارة معينة، أرجع أرد عليه بسؤال أقول له لو اشتريت سير كهربائي وحطيته في البيت قديش حتستفيد منه؟ قديش حتستفيد منه؟ السير الكهربائي هتستفيد منه قد ايه؟ حسب الاستخدام. يعني ناس يشتروا السير ويخلوه في البيت ما يمشي عليه الا كل 2 شهرين مرة، ناس كل 1 شهر مرة، ناس كل 1 أسبوع مرة، ناس كل 1 يوم مرة. فقد ما حتستخدمه قد ما حيكون سرعة وصولك للهدف اسرع. فكل ما كثرت من استخدامه كل ما كان وصولك للهدف اسرع. كثير من الأشياء اللي عندنا من إمكانات من موارد ما بنستخدمها، وبعدين بنلوم الزمن ونقول ليش القدرات هذه ما جاتني، لأنك أنت ما بتستخدمها. whatever you fail to use you lose، أي حاجة تفضل يعني تفشل في استخدامها حتفقدها. العضو الذي لا يستخدم يضمر. الزائدة الدودية عند البشر زمان عند الناس القدامى كانت كبيرة، عارفين ليه؟ لأنها مسؤولة عن هضم الأشياء الخضراء، الخضروات والأشياء الخضراء، لأنه زمان الناس كانت بتاكل الأشجار، أوكي؟ فكان يحتاج العضو اللي هو مسؤول عن هضم الأشجار هذه إنه يكون ضخم، بيستخدم بشكل كبير زي العضلات. مع مرور الزمن صار أكلنا كله مطبوخ وكل اعتمادنا على الأكل المطبوخ، فصارت بتضمر 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 إلى أن صار حجمها قد كده، أوكي؟ فالشاهد اللي أنا بقوله في الموضوع هذا إنه إذا كان ممكن لأي إنسان أن يتقن حاجة ومتمكن بحاجة، فممكن إنك أنت تتعلمها وتعملها إذا تعلمت الطريقة الصح وكان عندك الإصرار والمثابرة إنك أنت توصل للهدف بشكل سريع، بالتكرار والممارسة، بالتكرار والممارسة. وعشان كده إحنا بنعمل الحلقات هذه بشكل أسبوعي، مش مرة واحدة، يعني حنعطيك المعلومات كلها مرة واحدة، لكن المعلومات هذه بنعملها بشكل أسبوعي عشان كل أسبوع ترجع تتابع معنا وكل أسبوع تشارك معنا. فالشكر الجزيل للموجودين معنا والشكر للجمهور كمان اللي بيتابعنا. نشوفكم الأسبوع الجاي وعيشوا بالحماس.